السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة الفجر سبور. ندعوكم لتتبعوا ملخص عن الدورة 27 بطولة القسم الوطني الثاني هو شطر الشمال الشرقي والذي جمع بين فريق شباب العريش وفريق النادي الرياضي الإثران والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. وقد أدار هذا اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الوسط السيد ياسين اليعقوبي والمساعد الأول السيد صابر المدي والمساعد الثاني نادر البرشيدي. الفريق العريشي رغم المشاكل المادية التي لم تجد لها حل إلا أن الفريق دخل كل عزم على الفوز باللقاء وكان قريب من تسجيل أول أهدافه عن طريق المهاجم أسامة الحارثي إلا أن تدخل الدفاع حل دون ذلك. هجوم آخر لفريق شباب العريش وثنائية جميلة بين اللاعب محمد خلدان وسفيان فتوحي الذي رفع الكرة في اتجاه مربع العمليات ولمست يد وضربة جزاء واضحة لم يلعنها الحكم الوسط وحتى حكم الشرط السيد صابر المدي الذي كان قريب من العملية لم ينبه حكم الوسط لضربة جزاء عبر تقنيات البلوتوث أو رفع الراية واحتجاجات فريق شباب العريش. ونهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0 لمثله بين فريقي شباب العريش والنادي الرياضي الإفران. بعد الأخطاء الكبيرة التي قام بها حكام في الشوط الأول حكم الشرط السيد صابر المدي أزعجته كثيرا كاميرا قناة الفجر سبور وطلب بإخراجه من الملعب بدون مبرر لولا تدخل مندوب المقابلة ورجال الأمن الذي قاموا بتطبيق القانون وحماية صحفي معتمد لأخبار الفجر المغربي. محجوب الكحل حاول تدعيم خط الهجوم بالقيدوم مروان برهو والمهاجم السريع يونس. تمرير اللاعب خلدان في اتجاه مربع العمليات اللاعب سفيان فتوحي وتدخل الدفاع. هنا انسلال اللاعب لطيف الوات لمربع العمليات ومضيقة من المدافع النادي الرياضي الإفران والحكم يعلن عن ضربة جزاء لفريق شباب العريش. ضربة جزاء ينفذها اللاعب ياسين حدادة بكل هدوء مسجلا الهدف الأول للفريق العريش. وفرحة اللاعب ياسين حدادة واللاعبين بهذا الهدف وإهداء هذا الهدف للاعب حمزة العاتقي لاعب شباب العريش الذي كان قد أصيب بكسر السنة الماضية ضد نفس الفريق. للإشارة المهاجم القناص حمزة العاتقي تم توقفه لمدة سنة من طرف الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم بعد أحداث مقابلة قدس تازة الشهيرة. وعندما اعتقد الكل أن المقابلة ستنتهي لصالح العريشيين حكم الشرط يرفع الراية منبها حكم الوسط لضربة جزاء لصالح فريق النادي الرياضي لإفران. واحتجاجات الفريق العريشي الذي قدم اعتراض تقني على حكم المقابلة. ضربة جزاء يسجل منها فريق النادي الرياضي الإفران هدف التعادل. وليعلن الحكم عن نهاية المقابلة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. معنا اللاعب سفيان توحي لاعب شباب العريش بعد حرمانه من ضربة جزاء في مقابلة سقوط سازا واليوم يحرمه الحكم من ضربة جزاء واضحة أمام نادي إفران. ماذا يمكن أن تقول سفيان عن دي المسألة التحكيمية في قسم الهوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم تشكر قناة الفجر على المناسبة ديال هذه المقابلة. بالنسبة للمقابلة راك شتي كلشي بكل الظلم بأنواعه الشوط الأول بينالتي وضوح الشمس راك شتي جهة السينيزار. شنو المستقبل ديال سفيان فتوحي مع فريق شباب العرائش؟ واش نقول لك بالنسبه للمستقبل ديالي مع شباب العرائش على حساب المعاناه اللي تعاني فيها هذا الفريق هذا ما نحكمش على راسي واش نبقى في هذه المدينه تنحماق عليها تعجبني بزاف وناسها كرامه ولكن الظروف الماديه ما كتسمحش بانك تبقى في هذه الفرقه هذه كنتمنى في تنتمناو تحسن الظروف الماديه وسفيان فتوحي يبقى دائما مع فريق شباب العرائش وحق الصعود السنه المقبله ان شاء الله. واش نقول لك الصعود كنا غنحققوه
وتضافروا جميع المسؤولين ديال هذه المدينه كوقفوا مع هذا الشباب هذو اللي اغلبيه ولاد المدينه. راك الشيط 15 لعاب ولا 16 لعاب 10 منهم تيتولير ولا سعود، راك تشوفهم ولاد المدينه. اول مره توقع في مدينه العرائش يلعبوا فريق تقريبا كومبلي من المدينه. كنا تنتسناو منهم يعاونوا ليكيب لا من مجالس المنتخبه لا من المسيرين ديال فريق شباب العرائش، ولكن يد وحده ما تصفقش، لاعبين ومدرب وشي جوج اوطور من المكتب المسير اللي واقفين على هذا الفريق هذا ما يمكنش تحقق بها الصعود. انت كتشوف فريق تازه فريق فنيدق جميع المسيرين ديالهم تيموتوا معاهم، تيبغيو يحققوا نتائج جيده، بريمات في المستوى، صالير في المستوى، ظروف المبيتيه في المدن الاخرى كتكون في المستوى الكبير. بالنسبه للفريق شباب العرائش نتمنى ليه الحظ حظ اوفر وكنتمنى ليه مسيره موفقه، وهذا الحب لهذا الشعار هذا تنحماق عليه وتنتمنى لهم. شكرا خويا سفيان، مسيره موفقه ان شاء الله في عالم كره القدم وبالضبط فريق شباب العرائش. شكرا اخي سفيان.